أول صورة بسيلبس أونلاين نشرتها الفنانة شيرين عبد النور خلال تحضيرها لحفل أحيته مؤخراً بشرم الشيخ وعلقت before and after. نشرت الليدي غاغا صورة على إنستغرام لكلبتها الجديدة اللي سمتها إيجيا وعلقت بحبها كتير أنا والدتها. نشرت أحلام عدة صور من كواليس برنامج أرب أيدل وركزت تخدون مع النجم وائل كفوري بركة لتأكد على روح الوفاء والمرح. احتفلت النجمة مايا دياب ببدء تصوير موسم جديد من هيك منغني ونزلت صور مع أصدقائها. عبرت النجمة الأمريكية لينزي لوهان عن إعجابها بهيفا وهبي وأنها حابة تتعرف عليها، وهيفا بدورة شكرتها عبر تويتر. سيلفي نشرها الملحن زياد بطرس تجمعه بجوليا بطرس وأختهم صوفي وفازليون وفاضل. نشرت الإعلامية منى أبو حمزة صورة لأولادها هن وصغار على فيسبوك وعلقت: أعتذر لأني لم أخبركم بأننا عالم ثالث ينقصه ضمير وأخلاق وحقوق، وقالت: إلهي شاهدي بإني سأحميكم بجسدي وقلبي ودمي. وآخر صورة نزلتها حبيبته لليوناردو دي كابريو توني غارن ظهرت فيها محاطة بين رجال عورات.